السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون تحديات ديدبول الاسبوع الثامن وكيف تفتح ستار ديدبول الثاني، بالاضافه الى جيف اوي جديد راح يكون من نهايه المقطع. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناة، اتمنى ان يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى اقتداء المقطع بلايك. طبعا لا تنسوا انكم تستخدموا كود الدعم YZYZET عندكم في الايتم شوب، بيكون دعم كبير الي. وبس يلا نبلش مقطعنا. طبعا شباب، بالاول مقطعنا راح يتكون من 3 اجزاء. اول جزء منه راح يكون عن ديدبول، تحديات الاسبوع الثامن وكيف تخلصها وكيف تحصل على ستايل ديدبول الثاني. الجزء الثاني راح يكون عن سكن سكاي، كيف تطوره لجوست او شادو. والجزء الثالث راح يكون عبارة عن جيف اوي. طبعا نتكلم هسه عن تحديات ديدبول الاسبوع الثامن ونفتح الستايل الثاني. طبعا تحدياته على الاغلب نزلت بتروح على ديدبول، بتنزل على 5 كل يوم جمعة، كل جمعة تنزل على 5 عفوا. وهي تحديات الاسبوع الثامن. اول تحدي انك تبحث عن البول فلوت الخاصة بديدبول، اللي مثل ما تشوفوا قدامكم بالصورة، وما في داعي تشوف الصورة لانها نزلت حاليا موجودة بغرفة العملاء او الوكيل اللي هي سكن سكاي اخر واحدة. هذه شباب بول فلوتي. اوكي، بس بعطوك التحدي الثاني انك ترقص باليخت، اتوقع ترجع نفس ديدبول. دانس اد ديدبولز يخت بارتي، بدك ترقص باليخت الخاص بديدبول في البارتي تاعه. فهسه بندخل جيم وبوريكم كيف. طبعا شباب، عشان التحدي الثاني بدك تروح على اليخت، يخت ديدبول، وترقصوا داخل البارتي اللي بيكون داخل اليخت. وهسه بوريكم كيف. بتفوتوا على البارتي بسرعه قبل ما تموتوا، لانه 1000 واحد راح يكون. بس على طول ارقص ارقص بس. هاي خلصت التحدي، حتى لو مت لسه عادي عادي، خلصت التحدي. طبعا لما تطلع من الجيم زي ما تشوفوا قدامكم بعطوك الستايل، اسمه ماسك اوف يعني بدون قناع. هذا هو شكل ديدبول اصلا بالفيلم، لما يكون يشلع القناع يكون هيك محروق اصلا هو السكن او مشوه، تمام. فمثل ما قلت لكم شرحت لكم حاليا تحديات ديدبول كيف تجيب الستايل، ووريتكم كيف التحديات تخلصوهم. ننتقل هسه شباب لا سكن سكاي، كيف تطوره من شادو او جوست. بتروح على سكن اول شيء، هو في متطلبات اساسيه لازم تكون مخلصها حتى انك تطوره، تمام. سكن سكاي عندك تقدر تطوره لشادو بالشكل هذا او جوست بالشكل هذا. عندك لكل واحد 3 متطلبات، هم نفس المتطلبات 3 اساسيه، تكون شارب الباس، تكون واصل تاير 80 يعني فاتح السكن، وتكون مخلص 18 تحدي من تحديات الاسبوع الخاصه بسكاي. هم 20 تحدي اسبوعين، 7 و8، تكون مخلص 18 منهم نفس التحديات. لما تكون مخلص الـ3 تحديات هذول بكون مفتوحات عندك، تمام. فبتقدر تعمل هون اكسبت قبول لهذه المهمه او قبول لهذه المهمه. بعطوك مهمه انك تبحث عن الخوذة اللي لابسيتها السكن. هون الخوذة اللي تشوفوها لونها زيتي شوي، وهون الخوذة اللي عليها اسود وزهري، تبحث عنهم. اذا بدك الشادو تبحث عن هذه الخوذة، واذا بدك الجوست تبحث عن هذه الخوذة، تمام. فاذا انت بدك جوست تعمل اكسبت على الجوست، بدك شادو بتعمل اكسبت على الشادو. اذا اخترت شادو بقول لكم بكون مكتوب فوق انه المكان هذا خاص بالشادو، واذا اخترت جوست بكون حاط كمان فيديو ثاني للجوست اذا انت اخترت جوست. فبحط لكم فيديوهين، واحد للشادو واحد للجوست، حسب انت شو بدك تختار. فيلا بخليكم على المقطع. We'll be right back.
زي ما قلت لكم في جيف اواي وراح يكون الجيف اواي مش عارف، ما في اي حزم بالايتم شوب غير سكن ايرس او حزمه ايرس. لو في حزمه ثانيه كان سويت عليها، واخر جيف اواي كان حزمه ايرس، بس انا مجبر اعمل كمان جيف اواي على نفس الحزمه لانه ما في حزم غيرها باللعبه حاليا، بس حزمه ايرس. نفس الشيء راح نسوي لثلاث اشخاص. طبعا امبارح ربحت ثلاث اشخاص كمان، امبارح سويت السحب على الستوري وربحت ثلاث اشخاص بحزمه ايرس، تمام. فاليوم راح اسوي نفس الشيء جيف اواي، والسحب راح يكون يوم الاربعاء. فطبعا شباب الجيف اواي راح يكون واحد منه من مقطع اليوتيوب هذا، راح افوزوا ثلاث، واحد راح اسحب عليه من نفس المقطع اللي تشوفوه قدامكم من نفس تعليقاته، يعني بحط عليه شروط، والاثنين الباقيين بنزل صوره سكن ايرس او حزمه ايرس على الانستغرام تاعي، والاثنين نفس الشيء من انستغرام. فانت بتشارك بالمسابقتين جيف اوايين، واحد على اليوتيوب والثاني على الانستغرام، ممكن تفوز مرتين، تمام. فالشروط للشخص الاول اللي هي على مقطع اليوتيوب هذا اللي تشوفوه قدامكم، اول شرطك تعمل لايك للمقطع وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس. الشرط الثاني انك تستخدم كود المتجر او كود الدعم YZYZET عندك في الايتم شوب وتحفظه. الشرط الثالث انك تتابع حساب الانستغرام، تعمل لي فولو متابعه، بحط لكم الرابط بالوصف، بتدخل على الرابط وبتعمل متابعه. هذه هم مثل الشروط بالنسبه للفائز الاول او للسحب الاول. بعدين شو بضل عليك؟ تكتب التعليقات دم وحساب من حساباتك انستغرام. ليش انستغرام؟ لانه السحب راح يكون يوم الاربعاء على ستوري انستغرام، فضروري انت يكون عندك انستغرام حتى انك تقدر تشوف السحب وتقدر تشارك بالجيف اواي. فحتى لو ما عندك انستغرام سوي انستغرام حتى بس انك تشارك بالمسابقه اذا بدك. هذا بالنسبه للمسابقه الاولى. بالنسبه للمسابقه الثانيه مثل ما تشوفوا قدامكم، بتفوتوا على الرابط بفتح لكم انستغرامي. طبعا لما تفتح انستغرامي بكون حاط هاي الصوره كمان سكن ايرس، الصوره ثانيه يعني لحزمه ايرس، وحاط تحتها كمان شروط. فبتفوت تحت الصوره بتشوف شو الشروط وبتشارك بالجيف اواي الثاني. السحب راح يكون للمسابقتين يوم الاربعاء القادم على الساعه 9 على ستوري انستغرام. فانت كاي شخص بتشوف الجيف اواي، اول شيء بتفوت على المقطع بتشارك بشروط المقطع، بتكتب تم وانستغرامك، هذا لشخص واحد راح يفوز عليه. نسوي سحب على التعليقات بفوز شخص واحد. الجيف اواي الثاني بتفوت على رابط انستغرامي لشخصين، بيكون يعني ثلاث اشخاص صار المجموع. الجيف اواي الثاني بالانستغرام لشخصين، بتشارك مره بتشارك باليوتيوب، بتشارك مره ثانيه بالانستغرام. فانت بتكون مشارك مرتين وممكن تفوز مرتين عادي، يعني ما عندي اي مشكله. وبس يجي السحب يوم الاربعاء الساعه 9 شو بعمل؟ بصور السحب من مقطع اليوتيوب ومين فاز، بنزل الصوره على انستغرام الفائز الاول، وبصور من الصوره على انستغرام للفائزين الثاني والثالث، وبنزلها على ستوري انستغرام كمان. فكل شيء راح يكون موضح، وبسلم الفائزين الحزم بنفس اليوم. وان شاء الله نصير كل اسبوع نسوي جيف اواي، ويكون السحب يوم الاربعاء زي ما تعودنا يعني. وفي معلومه مهمه جدا، انه كل ما اعمل جيف اواي في ناس كثير بتعمل نفس اسم حسابي، بتقلد الاسم وبتروح تسرق الناس زي ما قلت لكم، تحكي له مرحبا معك ZET انت فوز بالجيف اواي. في ناس صغار بيصدقوا بيعطوا حساباتهم. لا تعطوا اي حد حسابكم، انا نفسي بس افوزك لا تعطيني حسابك، انا بعطيك كود او بعطيك اي شيء، ما بعطيك كود ستور بدون ما اخذ حسابك، تمام. وحتى لو طلبت حسابك مثلا قبل لا تعطيني حسابك او اي شيء، اتاكد انه انا ZET او لا. من عدد متابعيني مبين مثل ما تشوفوا قدامكم بالصوره، هذا هو انستغرامي وهذا هو عدد متابعيني. او بتفوت على اليوتيوب بتشوف بالوصف، كل مقطع بكل وصف بحط رابط انستغرامي، تكبس عليه تتاكد انه الشخص الراسل يزيد او لا. لانه في ناس بيكون عندهم 1500 بس براسلوا ناس على اساسهم من انا، وفي ناس كثير بتصدق وبتعطيهم الحسابات. فديروا بالكم بالنسبه للجيف اواي. طبعا شباب هسه راح نلعب جيم انا وصالح، اللي هو بطور كريتيف، طبعا زي ما تعودنا كريتيف راح يكون عباره عن طور كراش. اتوقع اللعب لعبه كراش زمان على البلاي ستيشن 1 يعرف ايش هي كراش اللي اتكلم عنها. فعاملين فورتنايت نفس الطور، نجربه نشوف نفس كراش او لا. حتى ميدليست سيرفرات كلها عاليه. ايش هذا؟ إيه ما بعرف ابصر ايش في نقدر ناخذها. يا ولد ايش كراش الموضوع؟ زومبي. في زومبي بكراش يا ولد. ماني شر. هاي شكله بدال السلاحف اللي كانوا يحطوها. اي السحليات شغال. طيب التفاح ما نقدر ناخذ الكونز اللي جمعه. هاي شكله الدم. تعب حاله خال والله. يا ولد وين الطريق؟ نعم شكلك طلعت من فوق. هاي حجار، هاي حجار. بقول طلعت علي انت كلب صح؟ انا انا استغربت طلعت علي. هاي شيك بونت يا ولد. واحدة بقضى عليك. وين هذاك كنا ناخذ راح المسدس؟ وين هذاك كنا ناخذك؟ انا قصي يطلع فوق راسك خرد وقع. عرفته؟ ارتقى. يا ولد تكسر الصناديق هذا. اي ايش في؟ ايش
امشي امشي بطل معلم. يا باي تعال شوف الزومبي، تعال شوف الزومبي، تعال لول الزومبي هون راح يقول، تعال تعال يا ولد شايفهم برقصوا تعال. ايوه لك في واحد معاه ديجل مش انا طبعا. لا لا طلع بيطلع من الجيم قرفته هون والله. لا بس قرف شوي حلو فيه يعني. اوف طب هسه كيف تعدى الزومبي صالح هذول؟ تعدى بدون ما تضرب بفوت على الهاي الدوير اللي قدامك وقعد بنصها. هلا والله ايش هذا الاحمر؟ هاك هاك هاي نص رصاص الماي طبعا الماي ترى تموت على طول. طبعا هون كان ديجل شو اسمه؟ مكيف انت عارف راح اموت ها؟ هذا شكله. طب ليش توقف امشي دايركت يا اخي؟ انت رول زباله. اوكي هسه شو اسوي؟ ترى غلط وقفت، لازم تيجي بسرعه. ما يقول حال اركض بعد ال ايش في يا رجل؟ مش عارف، شو مركز بالجيم كله. والله. خلك خلك عندك خلك عندك. لعبتي يا ده. لعبتي لعبتي. شو مالك؟ انا متى جيت انت ها؟ قوي اي 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 ما بليش على الحركات هاي يا ولد. دقيقة ايش اسوي؟ الازرق معاي صح؟ هذا الازرق معاي صح؟ ازرق هنا انا عرضه. ولك اي شمتر. والله يا ولد التمست يعني طلعت من الفخ امان وكل شيء اخي شمت بالمي. تخسي تخسي ويه كنت موت. لا خلينا نحوش زيها. ابعد ولا تحوش ولد، ابعد ولد تحوش فلوس على دوري. اي اي يا ولد بقول لك ايزي ايزي. هذا شيء ما اعطوني الشيك بوينت انا. نزلت على المي صح؟ تعال نزلت على المي صح؟ استغليت انه اكلك الفخ. قال طلع هنا عن شكلك ابعد. لازم ايزي هاي وش؟ لا مش ايزي ايزي. ايش تسوون يا ولد؟ انا ما حلت زمان فزت. اسمع تعال هاي احفظ هون هون هون. طب بعد ما نروح بعد ما نروح هناك وين نروح؟ هذا السؤال. بدك تروح لهون. اسمع بدك تيجي على هاي، تيجي هاي شو نسويها؟ طيب او خلينا نسوي قدامك دقيقة شوي تصحيح. خلينا نسوي قدامك ابعد يا ولد. مو هسه غلط. نط بسرعة. اوه نط على الشجرة هذيك صالح. ها روح على الشجرة هذيك. ما شاء الله المعر معرق ولد شفت كيف؟ معرق نط الاربع شغلات بدون ما يرتاح. فكر حالك انا يا ولد، فكر حالك انا يا ولد. مشكلة بل ليف كريتيف. والله ما في غير هيك شباب، بس هذا وقتنا كان اليوم لانه جد اللعبه ترفع الضغط. ان شاء الله نلعب مقاطع ثانيه، ومثل ما قلت لكم لا تنسوا انكم تشاركوا بالقفويين، واحد مقطع على اليوتيوب والثاني بالانستغرام، وبرضه رابط قناه صالح بحط لكم اياها بالوصف، اشتركوا فيها اذا حابين تشتركوا وتوصلوا 2000 مشترك. وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.